بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن جواز السفر. في الحلقة دي هنتكلم عن مستند مهم وهو تصريح العمل. في الحقيقة هنتكلم عنه، وكل الحديث هو في حالة الحصول على تصريح جديد أو تجديد تصريح حالي موجود مع حضرتك، علما بأن اوريدي في مكتب لتصريح العمل موجود في مطار القاهرة، مبنى الركاب رقم 3 بجوار منطقة كاونترات الدرجة الأولى. تصريح العمل الحقيقة هو مستند مهم ومطلوب، خصوصا حضرتك لما بتكون مسافر ومعاك تأشيرة عمل وعقد عمل في الخارج بإذن الله. الأوراق والخطوات المطلوبة لاستخراج وتجديد تصريح العمل من المكتب التي تمكن المسافرين من السفر بأمان، وحيث أن صدور تصريح العمل بيتم مقابل أوراق رسمية بتطلبها الجهة المسؤولة عن ذلك. إيه هي الأوراق دي حضراتكم؟ جواز السفر وعقد العمل والتأشيرة، ولابد من الاطلاع على الأصول، وبيطلب حضراتكم صورة ضوئية من كل مستند منها، بالإضافة لعدد 2 صورة شخصية حديثة بتوضع، واحدة على التصريح اللي هيصدر أو يجدد، والتانية بتوضع في ملف حضرتك في جهة إصدار هذا التصريح. أولاً، لابد طالب التصريح إنه يتقدم بنفسه للحصول عليه، أو الشخص الموكل عنك طبعاً بتوكيل رسمي وموثق. والطلب حضراتكم بيكون من خلال نموذج مجاني، بأؤكد نموذج مجاني بتوفره الجهة المسؤولة. ثانياً، بتقوم الجهة المسؤولة بالكشف عن الشخص المتقدم للطلب، طبعاً عن طريق قاعدة البيانات المحلية الموجودة، وذلك لمعرفة هل الشخص مدرج في القائمة أم لا. فإذا ثبت عدم إدراجه بيتم البدء في الإجراءات اللي هي إجراءات استخراج التصريح، وإذا ثبت أنه مدرج في القائمة فبيتم الرجوع في هذه الحالة للبحث الجنائي، وهي الجهة التي تقرر. ثالثا، عند صدور موافقة الجهة لتصريح العمل، طبعا زي ما قلت لحضراتكم بيتم تقديم أوراق، بأكررها مرة أخرى، جواز السفر والتأشيرة وعقد العمل وصورتين شخصيتين وصورة ضوئية من كل مستند تم الاطلاع عليه. رابعا، بيتم طلب موافقة من الجهة التي كان يعمل بها المواطن سابقا. خدوا بال حضراتكم، لابد من وجود معانا موافقة من جهة العمل اللي أنا كنت بعمل فيها، طبعا ده سواء كانت جهة حكومية أو قطاع أعمال، وذلك للموافقة على إصدار تصريح العمل بالخارج. خامسا، لابد من توافر موافقة خاصة من الأمن الحربي، وده طبعا مش لكل الناس، بس في حالة وجود علاقة بين حضرتك وما بين وزارة الدفاع المصرية. يعني إيه؟ لو كنت عسكري حاليا أو سابقا، أو مدني وبتعمل لدى وزارة الدفاع، لازم حضرتك يكون معاك موافقة خاصة من الأمن الحربي. سادسا، في تسديد طبعا للرسوم المطلوبة بتكون في فرع البنك اللي بتحدده الجهة اللي هتصدر لحضرتك تصريح العمل. وكل ده حضراتكم وفقا للقانون رقم 231 لسنة 96.
علما بأن استلام التصريح أول مرة ما بيكونش في نفس اليوم، هو خلال 24 ساعة إن شاء الله. أما تجديد التصريح ممكن تستلمه في نفس اليوم. في حاجة مهمة أحب أوضحها لحضراتكم، إن إحنا ممكن نستخدم أو ممكن نستخرج التصريح من خلال شبكات الإنترنت، وممكن حجز موعد في مكتب العمل إلكترونيا، ودفع الرسوم بيكون من خلال بطاقة الائتمان الخاصة بحضرتك، وده اللي وفرته الحكومة مؤخرا للمواطنين لتسهيل الإجراءات. هسيب لحضراتكم المواقع اللازمة في أسفل الفيديو في الديسكريبشن، بحيث حضراتكم منها ممكن تدخلوا على المواقع اللازمة لاستصدار سواء جواز السفر، سواء تصريح السفر، سواء للاستفسار عن أي شيء بالنسبة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالنسبة لمكتب العمل دليل الخدمات العامة، وكذلك موقع وزارة القوى العاملة. ولا يفوتني أقول لكم حاجة أنا بهرت بيها، إن موقع وزارة القوى العاملة فيه أماكن داخل الهوم بيج الصفحة الرئيسية فيها منح تدريبية لشباب الخريجين، وفيها تسجيل لراغب العمل، فيها كمان أسماء وعناوين شركات إلحاق العمالة وأسماء الشركات المحظور التعامل معاها. خدوا بال حضراتكم، في الداخل أو في الخارج، وفيها عناوين ومكاتب التشغيل وفرص العمل بالخارج، وكذلك متابعة فرص العمل كخدمة من خلال إرسال الاس ام اس. كذلك فيها طبعا بوابة الشكاوى الحكومية، وفيها أيضا نافذة لحقوق والتزامات العامل. أرجو أن أكون بكده لخصت في عجالة لحضراتكم تصريح العمل وكل ما يتعلق به. أي استفسارات، أي تعليقات، يشرفني ويسعدني أن أنا أتلقاها وأرد عليها. وفوق كل ذي علم عليم، صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.